أنستي سأكمل عنك العمل. ولكن هناك عمل كثير. لا يا أنستي، ستعلمين الأنسة لوتي والأخريات اللغة الفرنسية وستكونين مدرسة جيدة. شكرا. أنا سعيدة جدا لأنك رقيتي إلى معلمة يا عزيزتي سالي. لا بأس بهذا، سأتكفل بتدريس الأطفال اللغة الفرنسية فقط. حتى ولو أن تكوني مدرسة جيدة أفضل كثيرا من أن تكوني عاملة مطبخ، أليس كذلك؟ عزيزتي ذاكي. أنسة إيميليا؟ أنسة سالي، لقد حان الوقت للتحضير للدروس. نعم أنسة إيميليا. تعالي إلى قاعة اللعب قبل الذهاب إلى غرفة التدريس. حاضر. هيا أسرعي الآن. أرجوك قومي بعمل ما تبقى. أرجوك اتركي الأمر لي. هيا من الآن ستقومين بترتيب الأشياء وحدك، هيا تحركي. لا بأس، أستطيع أن أغسل الأطباق وحدي دون مساعدة، انظري. ادخل. صباح الخير آنسة مينشان. صباح الخير. هل جهزتي نفسك لتدريس الأطفال؟ نعم آنسة مينشان. سالي، يجب أن تتذكري ماذا طلبت منك حينما مات والدك. نعم. نعم، هكذا قلتي. أرجوك أنسة مينشان، إذا سمحت لي بالبقاء هنا سأعمل أي شيء. حقيقة؟ نعم، أعرف أني أستطيع أن أعلم لوتي والأخريات الفرنسية لأنهن يردن أيضا ذلك. اسكتي! لا تقولي كلاما وقحا كهذا، ستعملين في المطبخ من الغد فصاعدا. وبسبب رقة قلبي فقط تستطيعين أن تلبي رغباتك الآن، يجب ألا تنسي ذلك، أفهمتي؟ نعم أنسة مينشان. م-
صباح الخير آنسة منشن. صباح الخير سيد دوفارج، كيف حالك؟ صباح الخير آنسة سالي. صباح الخير سيد دوفارج. ما هو شعورك وأنت تصبحين مدرسة؟ أنا سعيدة لأني سأدرس لوتي وغيرها. حسنا، سأترك طريقة التدريس لك أنت. شكرا جزيلا لك. والآن ستذهبين إلى غرفة الصف. نعم آنسة منشن. صباح الخير آنساتي. حسناً حسناً، أليست هذه الآنسة سالي؟ يبدو أنها أخطأت الغرفة. لماذا جئت إلى غرفة الصف؟ لماذا؟ هذه لتنظفي. نعم صحيح. إذن هيا نظفي الصف بسرعة. لماذا لم تحضري معك أدوات التنظيف؟ ستعلمني لجعلتني أترك هذا المعهد منذ اليوم. ماما سالي. بونجور ديموزيل. والآن انتبهن، الآنسات الصغار سيأخذن دروس الفرنسي في غرفة الصف الثانية. سوزان، بنيلافي، جين، لوتي، ستذهبن إلى هناك. نعم. آنساتي أنا. ماذا؟ أنا. تكلمي بوضوح، ما الذي تريدين قوله؟ أنا ضعيفة بالفرنسية. أنا آسف، ولكن يبدو أنك كما تقولين. أنا آسفة. إذن بإمكانك أن تذهبي إلى صف سالي. حسنا سالي، اعملي بجد. نعم آنسة منشن. ستنضم إلينا؟ مياو. حسناً ابقى هادئاً. مياو. والآن بما أن هذا درسنا الأول لنبدأ بالأمور السهلة. نعم. آنسة سالي، أنا لا أستطيع أن أتذكر الكلمات الفرنسية جيدا. ولا أنا أتذكر. لا تقلق، دعونا نبدأ بتذكر أشياء عن أنفسنا. مثلا هذا القط. سيزار. مياو. هذا هو اسمه. ماذا؟ قط بالفرنسي هو لا شا.
رجاء لنكرر ذلك معا. عشرة. لقد عدت على مضحك. إذا كان قطا سمينا من فرنسية نقول الإيك غوشا. إيك غوشا. حسنا، جميل تعني جولي بالفرنسية. جولي. حسنا. ياو. القط الغضبان هو لو فشيشة بالفرنسية، لنقلها مع بعض. لو فشيشة. ها، الدرس هكذا ممتع فعلا. ألم أقل لك؟ نعم. مرة أخرى نقول قط هو لوشا، جميل جولي سمين غو. لوشا جولي غو. لوشا جولي غو. هيا. لوشا جولي غو. هل انتهيت من الترتيب؟ نعم. ستذهبين للتسوق اليوم. يجب أن تحصلي على سعر مناسب. حاضر أنسة مولي. حاضر سيد جيمس، سأذهب للسوق. لا لا لا. لو شاك غو مينو، مفهوم؟ لنكرر ذلك. هيا. لو شاك غو مينو. جيد جدا. مرة أخرى. لو شاك غو مينو. حسنا لوتي، ما معنى جميل؟ مينو. نعم هذا صحيح. إيميليا. نعم أختي. هل تعلمين كيف سأتعامل مع سالي في المستقبل وكيف أستفيد منها؟ لا أعرف. تتذكرين الخسارة الكبيرة التي لحقت بهذا المعهد لموت والدها، أليس كذلك يا أختي؟ أعرف، ولهذا تعمل هنا كخادمة. لكن هذا ليس كافيا. أفكر في أن أدربها لكي تصبح معلمة في هذا المعهد. الطفلة تتلهف للعلم كثيرا، وطبعا خلال عدة سنوات ستتعلم أشياء أخرى عدا الفرنسية، ولهذا ستوفر علينا مصاريف توظيف معلمة وتعاوننا في إدارة هذا المعهد. وعندها لن تدفع لها راتبا؟ هذا أكيد، يجب أن تعوضنا عن الخسارة التي لحقت بنا بعملها هذا. مسكينة، تعمل طوال حياتها بدون أجر مثلي. ماذا قلتي؟ لا 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 شيء، لكنها ستكبر وإذا أردت أن تترك. لا أبدا، سأعلمها بقوة من الآن فصاعدا حتى لا تعمل ضدي وتستمر معي. أتفهمين إيميليا؟ نعم يا أختي. سأذهب لأرى طريقة تدريسها. ما معنى صغير وكبير؟ بيتيت غو. صحيح. ومشي وركض. أبيك وغير. صحيح. وضحك وبكاء. غير لا غير. جيد، نكتفي بهذا الآن. ماما سالي. عفوا، أرجوك احكي لنا قصة، لقد درسنا كثيرا. ماذا؟ أرجوك قصة صغيرة. نعم أية قصة سأرويها لكم. سالي، أبي أرسل لي هذا الكتاب، اقرأيه. هذه قصة ألفريد الكبير. أخبرينا من هو ألفريد الكبير. ألفريد الكبير هو ملك ممتاز، حكم إنجلترا قبل حوالي 1000 سنة وكان محبوبا. ولماذا اسمه الكبير؟ لأنه مؤسس المدارس في إنجلترا،
وترجم كتبا عديدة إلى الإنجليزية. حسنا، سأروي لكن قصة ألفريد الكبير. حسنا، في تلك الأيام كان أكبر جزء من إنجلترا محتلا من قبل قوات الفايكينج. ألفريد الكبير الذي خسر المعركة ضد الفايكينج نبأ مع بعض من رجاله في غابة في منطقة المستنقعات، وكتم مركزه الاجتماعي وانتظر أن يقود معركة أخرى مع أعدائه. وفي الغابة وجدوا حظيرة بقر. ألفريد الكبير والآخرون طلبوا من صاحبة المزرعة أن تسمح لهم بالراحة في منزلها، وبما أن صاحبة المزرعة كانت متأكدة أن الملك ورجاله سيمرون، ذهب الصيادون للخلف وأخبروا الملك أن ينتبه من الكعكة التي تعدها السيدة قرب النار. كان ألفريد الكبير منهمكا بالتفكير بطريقة ليتغلب بها على الفايكينج، ولهذا نسي الكعكة وكان منكبا على تحضير خطة العمليات. ماذا كنت تعملين؟ لم أسمح لك بتولي أمور الأطفال الصغار حتى تلعبي معهم. توقفي، توقفي عن ضرب مغزالي. لوتي ابتعدي. ماذا؟ توقفي أرجوك يا أنسة منشن. سيد دوفارش. أنسة منشن، أنا أيضا كنت قلقا على الدرس ولهذا جئت لأرى كيف تعمل. سالي لم تكن تلعب، على العكس فقد أثبتت أنها معلمة جيدة. نعم أؤكد لك هذا يا أنسة منشن. لكن سيد دوفارش، أفهم أنك ستوبخينها لأنها تحكي قصصا، يجب ألا تفعلي هذا. فأنا أيضا أقص عليهم الحكايات بين الحصص، هذا ضروري لجعل الدروس أكثر تقبلا. ما فعلته الآن هو ذات الشيء الذي فعلته صاحبة المزرعة بألفريد الكبير. نعم. ما الذي تقوله؟ لو أن صاحبة المزرعة إياها علمت بمركز الرجل ألفريد لما تجرأت على عملها ذلك. بنفس الطريقة لو أن سالي كانت ابنة رجل غني كالسابق، أتعجب إن كنت ستضربينها أم لا. حسنا، كان يجب أن لا تفعلي ذلك. إلى ماذا تنظرن هكذا؟ سالي، لقد اكتفينا من الدروس اليوم، هيا عودي إلى عمل المطبخ بسرعة. نعم أنسة منشن. للتسوق بدلا عني؟ نعم، وكل شيء سار على ما يرام، حتى أنني أحضرت الفكة الصحيحة مثل ما ترين. بيتر تأكد من الفكة بنفسه. هل قابلت بيتر؟ نسيت أن أخبرك، حينما أخبرته أنك أصبحت معلمة اللغة الفرنسية فرح، كان سعيدا جدا. حقا؟ نعم. كيف سار الدرس الفرنسي عزيزتي؟
بينما كنت أقص للوتي والأخريات قصة دخلت الأنسة. أنسة منشان؟ نعم فيكي. أنستي فيكي أنا بخير. هيا سالي ابدأ الآن عملك بالمطبخ. هذه إرادة الأنسة منشان، نظف المدخل الآن بسرعة، هيا تحركي. نعم. انظرنا إلى التي كانت تعلمكن الفرنسية. ماذا؟ ماما سالي عادت إلى وضعها الحقيقي، خادمة المعهد، هكذا أفضل. آنسة سالي، من المؤكد أنني سببت لك بعض المتاعب اليوم، سامحيني. لا لا، يجب أن تقاومي ولا تستسلمي، أنا متأكد أن الحظ سيبتسم لك. حسنا، مع السلامة يا سالي. مع السلامة سيد دوفارش. قلقة أن يحدث شيء للسيد دوفارش لأنه دافع عني. لن أنسى عطفه وإنسانيته مدى الحياة. وتظل لافينيا تزعج سالي وسبب الأذى لها دائما، وتبدأ في إغار صدر الآنسة منشن عليها، تحيك لها المؤامرات، ويتدخل الأستاذ بوفارج لإقناع الآنسة منشن بأن سالي طيبة، فهل سينجح؟ So